شكرا لك. يا طيار، ها؟ مشان الله انت ليش جبتنا لهون؟ هلا وقت شرب الشاي، ما لازم نروح ندور على تاكاجي؟ اكرم والرجال عم يدوروا عليه اخي، بس يعرفوا مكانه بيخبرونا. شراب شاي. منيح الشيخ علي تزوج، بس والله هديك البنت ما بتناسبه. يا حبيبي، يعني لقيتوا حجة لتحكوا على الشيخ علي؟ ليش قلت شي غلط اخي الهان؟ مو بيقولوا كل طنجرة بتلاقي غطاها؟ والشيخ علي رجال متدين وملتزم وشيخ جامع، بس البنت اللي تزوجها مو هيك، هي من عالم تاني يا أخي. تركك كل واحد من أي عالم جاي، اهتم بعالمك ولا تتدخل بالناس. يعني كل واحد يهتم بأموره الخاصة مو هيك؟ والله بالنهاية يا أخي الله يبعث لك كل واحد صهر مثل الشيخ علي. اليوم رح نساوي له حفلة عرس، بنصحك تيجي وتطلب السماح منه. غلطت بحق الرجال بهالكلام. الله أكبر الله أكبر. استغفر الله. صحيح بدنا نساوي مولد للمرحومة ناريمان، رح تجي؟ طبعا رح أجي، المرحومة إلها فضل كبير علينا. وأنا كمان عائلتي رح تجي. منيح، وبنتي جاية كانت تحب المرحومة، الله يرحمها ويغفر لها، كانت مرة محترمة. طيار؟ ها؟ لوين رايح؟ عالجامع. لوين؟ عالجامع. شو ما عم تسمع الأذان؟ مو أنا وإنت كنا عم نقول إنه نصلي بالجامع وندعي للمرحوم أبونا؟ يلا نروح عالجامع ونصلي، أفضل من شرب الشاي بالقهوة. تعال لك، يلا تحرك. بدات اسرع شوي. موسى، يا ترى قدرت تحدد مكان صندوق تكاجي الاسود؟ لا لسه، بس انا سجلت له حديث مشفر، اذا بتجي لعندي ممكن نحل الموضوع بسرعه. تمام، جاي. علي؟ نعم. نحن لازم نروح على السوق، ما ضل أي شيء بالبيت. بسيطة، روحي على السوق لحالك. كيف بدي روح على السوق وأحمل كل الأغراض لحالي؟ شبك؟ ما فهمت، كيف يعني كل الأغراض؟ ليش شو بدك تشتري؟ جبنة تريكوتا، مخلل ورز كمان، مربى الباذنجان. حسب هاي القائمة عندك ذوق غريب بالأكل سيف دخانو. ايه أحياناً بشتهي هالشغلات، بحبها. طيب منيح، بس على الأغلب ما بتقدري تلاقيهم بالحارة. ايه حلو، يعني فينا ندور لحتى نلاقيهم. ممتاز. سيف دا، انت شو اللي عم بتحاولي تساوي بالضبط؟ انا شو اللي عم حاول ساوي؟ بس عم حاول جيب شوية غراض. انت رح تعيش مع مرة لفترة بهالبيت، الافضل انك تتعود. تمام، معناتها يلا خلينا نروح على السوق. تمام، رح اجيب شنطتي واجي. استنى.